أنا رأيت أني كنت جالسة بغرفتي وكان شكلي مبهذل مرة، وكانت غرفتي مرة مبهذلة ومظلمة، ودخلوا علينا بنات فراج. فراج هذا من جماعتنا، متوفي الله يرحمه. فدخلوا بناتها الأربعة علينا بدون ما نعزمهم ولا ندعيهم ولا شيء، وجلسوا بالصالة وأنا لا أبي أشوفهم ولا أبيهم يشوفوني، وكنت رادة الباب كذا. ومعهم واحدة اسمها مزنة، أعرفها بعد، تصير بنت خالهم. المهم بعدين لما راحوا للصالة الثانية انتظرتهم لين راحوا للصالة الثانية، رحت ولبست فستان لونه أحمر وكان قطعة، بس لما لبسته كأنه له سحاب شوي كذا يتسكر علي بدون أكمام. بعدين نزلته ولبست بعده فستان لونه موف كذا بنفسجي مفصل وله أكمام وفيه تطريز شوي بنفس لون الفستان، بس انتهى انت المنام يا ابوي من شهر. من شهر اي نعم مطلقة ظلم صحيح؟ صحيح. الله ييسر لك يا ابو، الله ييسر لك لا ييسر لك. واللي سعى او حاول سعي في طلاقك امرأة، وامرأة هنا ابوك كبيرة في العمر صحيح؟ ايوه نعم صحيح انا ابوك. نعم نعم والامرأة ذي عمرها الله اعلم قرابة 52 سنة اي والله صحيح. اسألتك بالله عمرها أيوة 52 الكعبة. سنة المرأة ذي 52. اي نعم المرأة ذي عمرها 52 سنة سعت بينك وبين زوجك وسعت في طلاقك وتم الطلاق. سأل الله سبحانه وتعالى الحي القيوم ان يعوضك خير وبيعوضك بالشرك الله خير. اما عندك انا ابوك ترتيبات في حياتك، انت انسانه منكسره، انت انسانه منكسحه شوي، واضح؟ واضح. انت انسانه متحطمه شوي، تدعين الله سبحانه وتعالى وتناجينه بالفرج. بالشرك راح تبشرين قريبا مشيئة الله، راح تبشرين ان ابوك بالفرج قريبا. عندك انا ابوك بعض الاشياء في حياتك تبي لها ترتيب، وانت الان تسعين على ترتيبها معي. وعندك انا ابوك ثلاث حريم بينك وبينهم مشاكل، هي ام وبنات ثنتين، هم يجون عند امك. ايوه صحيح. ما تقبلين من أي لسوء تصرفات، ما تصرف من الأم الله يرضى عليها. بترين أن أبوك البشرة قريبا قدرة الله سبحانه وتعالى. يا شيخ إيش معنى أني نزعت فستان ولبست فستان ثاني؟ يعني بتأخذين زوج ثاني قريبا. يعني زواج؟ أي نعم أي نعم. وأصلا ترى الزوج الأول، شفتي الزوج الأول اللي أنت كنتي عنده؟ أيوة. ترى أنت اللي خلعتيه، أنا ما حبيت أقولها في البث، بس انت اللي طلبت الطلاق اصلا. ايوه صح انا انت طلبت الطلاق. اليوم شفت المشاكل ودخلت الحرمه وتغير عليك وصار يسمع كلام، هي امه اصلا ما ودي والله ابين بالاسماء، وصار يسمع كلام امه، قررت الطلاق وفلحت البيت حالك. وبشرك وتعاضي قريبا ان شاء الله. الله يسعدك يا رب.